إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. الرطوبة فبتتراوح بين 50 و80% حرارة سطح المي 25 درجة، وسرعة الرياح بتتراوح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، الرياح عم بتكون شمالية شرقية. كيف رح يكون الطقس لبكرة واليومين يلي جايين؟ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية. وهون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية. الرطوبة فبتتراوح بين 50 و80% حرارة سطح المي 25 درجة، وسرعة الرياح بتتراوح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، الرياح عم بتكون شمالية شرقية. كيف رح يكون الطقس لبكرة واليومين يلي جايين؟ نهار على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية. وهون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.